السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. طبعا قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وأتمنى منكم للمشاهدين الجدد الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سنتكلم عن رياض محرز وقصفه لرحيم ستيرلينج بصورة مضحكة، يعني بين قوسين أعزائي المشاهدين بصورة مضحكة. لو تذكرون أعزائي المشاهدين كنت قد نشرت منذ أسبوع التدخل الخشن الذي كان من طرف رحيم ستيرلينج في التدريبات للنجم الدولي الجزائري رياض محرز وإطاحته في الأرض، فهناك تعليقات كبيرة يعني كانت مستاءة من هذا التدخل الخشن، والمعظم يعني المشجعين كانوا يقولون أن يعني رحيم ستيرلينج كان يريد إيذاء رياض محرز ويعني أن يصيبه لكي لا يلعب المباريات القادمة. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين رياض محرز أرجع له الكرة وكما نقول رد عليه بطريقته الخاصة كما تشاهدون أعزائي المشاهدين في هذه الصورة في تدريبات نادي مانشستر سيتي اليوم قائلا teaching رحيم ستيرلينج how to keep his distance The Algerian Wall. كان يقول أعزائي المشاهدين باللغة العربية تعليم ستيرلينج كيفية الحفاظ على مسافته، وذلك أعزائي المشاهدين لكي لا يعيد الكرة التي فعلها في تدريبات الأسبوع الفارط عندما أسقطه الأرض. وكما شاهدنا أعزائي المشاهدين مشيرا إلى هذه الصورة بهاشتاغ The Algerian Wall أي الحائط الجزائري، وكما تشاهدون أعزائي المشاهدين في الصورة رياض محرز يعني قطع الطريق على رحيم ستيرلينج ولم يجعله يمر لأخذ الكرة منه. ولكن ليس هنا يعني كل شيء، بل أعزائي المشاهدين تعليق برناردو سيلفا الذي قال فيه وكان ضاحك ها 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 سبايسي، يعني قصفك بكل روح رياضية كما شاهدنا أعزائي المشاهدين. طبعا أعزائي المشاهدين كان هذا فيديو يعني طريف نوعا ما حول قصف النجم الدولي الجزائري رياض محرز لرحيم ستيرلينج بعدما أن أطاح به الأسبوع الفارط. وأيضا لا ننسى كما قلت لكم تصريح برناردو سيلفا بأن يعني قصف رياض محرز كان حار لرحيم ستيرلينج. فما رأيكم أعزائي المشاهدين حول هذا الفيديو؟ هل رياض محرز برد لكم قلوبكم يعني بعد ذلك الفيديو الذي نشرته قبل أسبوع من الآن عندما أطاحه في التدريبات؟ أعلمونا في التعليقات ودمتم في رعاية الله وليلة سعيدة، وأشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.